السلام عليكم، انا رضا بن حمود المشرقي، متحصل على شهاده لمهندس اول في العلوم الفلاحيه، اختصاص التنميه والسياسات الزراعيه، ناشط في المجتمع المدني، مترشح على عماد السيد المشرق، وقد فزت في الدور الاول بالمرتبه الاولى، وان شاء الله المره هذه معناتها نفوز في الدور النهائي. البرنامج الانتخابي هو العمل على استكمال المحور الخامس للماء الصالح للشراب لكامل عماد السيد المشرق من منطقة كابسيرة شرقا إلى حدود الواسمية غربا، فك العزلة على كافة التجمعات السكنية وخاصة دوار ولاد عمر، دوار الدريسية والزيتين، وتحسين المسالك المؤدية إلى كامل التجمعات السكنية، العمل على دعم البحارة والفلاحة، وذلك بتجهيز ميناء سيد المشرق، الميناء السيد البحري بسيد المشرق بكل المستلزمات، العمل على تنفيذ مشروع المشاهد الذي كان قد برمج سنة 2018 لصالح سكان جبل شيطانة والمناطق المحاذية لها، والبحث في الأسباب التي حلت دون إنجاز هذا المشروع الذي بلغت كلفته حوالي 5 مليون دينار، العمل على إنجاز منطقة سقوية بالمناطق المتاخمة والقريبة من سد الزيتين، وخاصة منطقة أولاد عمر العبادلية دوار الرياح إلى حدود دوار المهينية، وكذلك منطقة الغيران من سد القمقوم، العمل على إدراج كامل عماد السيد المشرق ضمن مسلك سياحي بيئي معروف لدى وزارة السياحة، وذلك لما تحتويه من مدخرات طبيعية وبيئية هامة، وهو ما سيخلق حركية كبيرة بالجهة، خاصة في على مستوى تشغيل الشباب، تشجيع الشباب على إحداث شركات أهلية، وذلك لتثمين الثروات الغابية الموجودة، وكذلك استغلال الأراضي الدولية لإنجاز مشاريع فلاحية قادرة على امتصاص البطالة في صفوف الشباب، وبذلك تحسين مستوى العيش في الجهة، تحسين البنية التحتية بالنسبة للمدارس الموجودة داخل العمادة، وبالتالي تحسين ظروف العمل بالنسبة للمدارس للمدرسين والتلاميذ، والقضاء على الانقطاع المبكر عن الدراسة في الجهة، كما توجه إلى الشباب بالمشاركة في الدور النهائي في الانتخابات القادمة المتوقع يوم 4 فبراير 2024. والسلام عليكم.